بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم الدكتور منجي محمد زيدي. نحن لازلنا بصدد يعني شرح قانون روث، أو يعني Criterion of Roth, How to Test the Stability of a Given System. وهنا نصل إلى A Special Case يعني حالات خاصة في جدول روث. الحالة الأولى نسميها إيش؟ نسميها Zero Only in the first column. ما معنى هذا الكلام؟ سنحاول أن نراه يعني من خلال example. الكلام هذا يعني أنه in the first element of a row is zero, division by zero is in the next row. هذا مشكلة يعني فرضا أني أنا بصدد يعني تعبئة جدول روث، وفي في 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 مرة من المرات أو في خانة من الخانات تحصلت على zero. هذا zero أنا مضطر أني أستعمله في اللاين الموالي، وسأقسم على زيرو. كيف أقسم على زيرو؟ هذه مشكلة في الرياضيات، يعني فورم undetermined فورم، تعتبر undetermined فورم. I cannot divide by zero, so that هذا مشكل. كيف نحله؟ هذا هو الحل. الحل يقول إيش؟ يقول replace the zero، هذا الصفر، سأعوضه بإبسلون. إبسلون يعني كمية صغيرة جدا، very small quantity. It can be positive and or negative، يعني تقدر تكون positive أو negative in the first column. وهنا عندي هذا المثال. فرضا عندي the closed loop transfer function of a given system T of S تساوي 10 على هذا يعني المقام. بطبيعة الحال هنا الكاركترستيك equation هي المقام يساوي 0، وهي يعني S5 plus 2S4 plus 3S3 plus 6S2 plus 5S plus 3 equal to 0. هذا نسميه وكنا قد شرحناه قبل الكاركترستيك إكواشن. هذا كان سموه الكاركترستيك إكواشن. طيب نعبي جدول روث. اللاين الأول أو أول شيء ممكن أن يعني أن أعطي ترقيم للكوفيشن. هذا الكوفيشن رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، ورقم 6. قلنا اللاين الأول نعبيه بالكوفيشنز الفردية، يعني 1 و3 و5، وهي بكل بساطة 1 و3 و5. هنا 1 و3 و5. ثم اللاين الثاني نعبيه بايش؟ بالكوفيشنت الباقية، يعني هنا عندي 2 و6 و3، 2 6 و3، ونواصل تعبئة جدولي. الكوفيشنت الأول هو 2 ضرب 3 ناقص 1 ضرب 6 تقسيم 2، تيجي بالضبط 0. هنا عندي مشكلة. كيف أحلها؟ أعوض هذا الصفر بإبسلون وأواصل تعبئة جدولي عادي جدا. فهذا الكوفيشنت مثلا هو 2 ضرب 5 ناقص 1 ضرب 3 على 2، يعطيني 7 على 2، الباقي هذا 0. هنا مثلا هذا الكوفيشنت سيكون إيش؟ سيكون إبسلون ضرب 6 ناقص 2 مضروبة في 7 على 2 تقسيم إبسلون، أتحصل على 6 إبسلون - 7 على إبسلون. هنا سأتحصل على 3، وهنا سأتحصل على 0. ثم هذا اللاين مثلا إذا اعتبرت أن هذا الكوفيشنت سميه A مثلا للاختصار، سيصبح A ضرب 7 على 2 ناقص إبسلون في 3 تقسيم A، وفي النهاية تحصل على هذا الكوفيشنت، ثم بعدها 3 وباقي الكوفيشنت أصفار. هنا كيف نستخلص وكيف نستنتج the stability of the system؟ احنا ماذا قلنا منذ البداية؟ منذ البداية قلنا انه هذا الابسلون ممكن يكون positive او negative، فبالتالي اجي هنا في جدول اضافي احط ايش؟ احط كل الكوفيشنت التي تحصلت عليها في جدول روث، وهي 1 2 ابسلون 6 ابسلون - 7 على ابسلون، وهذا الكوفيشنت وهذا الكوفيشنت، واقول ايش؟ لانه هذه الكوفيشنت هي تتأثر بالابسلون بطبيعة الحال، ف اخذ يعني ابسلون بوزيتيف وابسلون نيجاتيف، يعني في حاله انه ابسلون بوزيتيف وفي حاله انه ابسلون نيجاتيف. بطبيعه الحال هو يعني قيمه صغيره جدا، لكن ممكن ان تكون بوزيتيف او ممكن ان تكون نيجاتيف. عندك هذا الصفر، يعني الابسلون ممكن يكون يجي للصفر من هذه الناحيه او يجي للصفر من هذه الناحيه. وبالتالي يعني كيفيه هذه الكوفيشنت كيف هي يعني من خلال إبسلون، لابد أن أناقش يعني على حسب الإبسلون بوزيتيف أو إبسلون. ففرضا يكون عندي إبسلون بوزيتيف، الواحد دوما بوزيتيف لا تتأثر بإبسلون، الاثنين دوما بوزيتيف لا تتأثر بإبسلون. طيب هنا إبسلون قلنا أن هي بوزيتيف، يعني بوزيتيف. هنا 6 إبسلون - 7 على إبسلون تكون نيجاتيف لما إبسلون يكون بوزيتيف.
هذا الكوفيشنت يكون سوري هذا الكوفيشنت يعني يكون بوزيتيف اذا اخذنا ابسيلون بوزيتيف الى اخره. ثم في حاله انه ابسيلون نيجاتيف تكون يعني الكوفيشنت بوزيتيف بوزيتيف ماينس بلس بلس ماينس. وهنا ماذا نستخلص او ماذا نستنتج؟ نقول انه في كلتا الحالتين اذا كان ابسيلون بوزيتيف او ابسيلون نيجاتيف عندي تشينج ان ذا ساين. يعني هنا بدات بالبوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف وانتقلنا الى النيجاتيف ورجعنا الى البوزيتيف. يعني الفيرست كوفيشنت اوف ذا فيرست كولن او ذا كوفيشنت اوف ذا فيرست كولن تتغير اشاراتها وبالتالي ذا سيستم از انستابل في الحاله هذه. نفس الشيء في الحاله الثانيه اذا كان الابسيلون نيجاتيف فبالتالي يعني هذه الكوفيشنت في الكولن الاول تكون يعني اشاراتها متغيره بلس بلس ماينس بلس بلس ماينس بلس وبالتالي يعني فيه تغير في الاشاره. وبالتالي نقول ايش؟ نقول في كلتا الحالتين مهما كان ابسيلون بوزيتيف او نيجاتيف النظام غير مستقر. Thank you very much.